يقول أنا مقيم في مكة المكرمة، يقول هل يجوز لبناتي أداء العمرة دون محرم؟ نعم، المحرم ما يكون إلا لمسافر. المسافرة، نعم. المرأة المسافرة لا يجوز لها أن تسافر إلا ومعها محرم، لقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم. والمشاعر في مكة، منى وعرفة ومزدلفة، ليس الذهاب إليها سفرا، وإنما هي تعتبر من جوانب مكة، ومن يخرج من مكة إليها لا يعتبر مسافرا. وبناء على هذا، فكون بناته يحجن ولمعهم محرم، فعلى كل حال نقول لا بأس بذلك، لأن هذا ليس سفرا. نعم، بارك يؤدن العمرة. نعم، نعم. يؤدي أو كذلك، والعمرة كذلك. العمرة يعني أدنى الحل، وأدنى الحل التنعيم، ليس بينه وبين الكعبة إلا قرابة 3 كيلو أو نحو ذلك.